بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون، تستمر الانطلاقات وهذا هو شوط الختام اليوم، 10 أشواط خاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ السعادة. شاهدنا من خلال مشاركة الأسماء الكبيرة والمميزة والمعروفة في هذا العالم الساحر شعارات هجن أصحاب السمو الشيوخ والأسماء التي شاركت في هذه الأشواط المميزة. هذا هو شوط الختام كما أسلفت، شوطنا العاشر الذي يضم نخبة من الحول المشاركة في هذا الشوط الباحثة عن الاستعداد المبكر لخوض هذا الموسم الجديد. نتمنى التوفيق، نتمنى التوفيق للكل، لكل المشاركين، كل من شاركنا، كل محب لهذه الرياضة العربية الأصيلة، نتمنى لها التوفيق، حيث أن هذه الرياضة في دولة قطر تحظى برعاية خاصة واهتمام من سمو سيدي أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لإنجاح هذه الرياضة وغرس حبها في قلوب أبناء الخليج كلهم. نتمنى التوفيق للكل، ونبدأ مع حضراتكم في سرد المراكز الخمسة المصرح لنا بإذاعتها بعد أن قطعنا الكيلومتر الأول. نتعرف على لافية، هذه لافية على المركز الأول، الملكية لهجن الشحانية مع سلطان الوهيبي. المركز الثاني، المركز الثاني الشايبة لهجن الشحانية أيضا سلطان الوهيبي يتابعها. المركز الثالث التزام لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، علي بن حمد بن حسين بن جرحب في المتابعة وفي عملية التضمير. ومن الجانب الآخر مصيحة تحت الرابعا لهجن الشحانية سلطان الوهيبي يقدمها. المركز الخامس عسيلة على المركز الخامس هجن الشحانية، سالم بن فاران المري يتابعها ويضمرها. إذا إخواني المتابعين، هذه المراكز الخمسة الأولى والنداء الأول، النداء الأول لهذا الظهور، لهذا الظهور ولهذه الأسماء. يا سلام، والله يا أسماء شاركت اليوم، لها إنجازات، لها إنجازات من خلال المشاركات الماضية في الأعوام السابقة. مع الثنايا ومع الإجداع هذه وصلت إلى هذه المرحلة من هذا السن، آخر مرحلة، مرحلة الحيل، ما وصلت إلى هذه المرحلة إلا من خلال الإنجازات التي والرصيد التي أضافت من خلال سجلاتها ومشاركاتها وحصولها على الناموس في مسيرتها الرياضية. يا سلام، شوط الكبار وأشواط الكبار ومتعة الكبار وتألق الكبار دائما 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 في هذا العالم الساحر، له ولها نكهة خاصة. الكبار لها نكهة خاصة، المتابعين، المضمرين، كل من يشاهد ويتابع هذه الانطلاقات المميزة من الكبار. يا سلام، أعود إلى مجريات هذا الشوط. مصيحة تحتل المركز الثاني أو المركز الأول، تحتل المركز الأول، لافية تحتل المركز الثاني، الملكية لهجن الشحانية، المضمر واحد سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي مع المركز الثالث الشايبة أيضا اللي يقدمها، اللي تحتل المركز الثالث عند الوهيبي. والمركز الرابع شعار سعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني عند المضمر علي بن حمد بن حسين بن جرحب المري والموهوب، أطلق عليه، أطلق عليه الموهوب. المركز الخامس، هذه عسيلة على المركز الخامس لهجن الشحانية عند سالم بن فران المري. ذكرت لكم وأعلنت أعلنت أعلنت حضور الأسماء الكبيرة وتدخلها، وتقريبا 15 اسما في موقع واحد تقريبا. شوفوا المراكز الثلاثة الأولى في موقع واحد، بعد ذلك ننتقل لنجد أسماء كبيرة، أسماء، سجلات، رموز تشارك في هذا الشوط.
نتمنى التوفيق، نتمنى التوفيق لكل المشاركين. الله، هذا هو، هذا هو المنعطف الأخير، هذا هو المنعطف الأخير، المنعطف الأخير. هناك الوهيبي، الوهيبي المضمر العملاق اللي يقود الأسماء الثلاثة الأولى، اللي يقود الأسماء الثلاثة الأولى. المتابعة، المتابعة المصيحة وللافية وللشايبة، المراكز الثلاثة الأولى عند الوهيبي، عند الوهيبي وعند لوحة واحد. هذه لوحة واحد، يا سلام. المتابعين المستمتعين بأبناء أبناء الخليج، المتابعين لهذه الرياضة، المتابعين لانطلاقة الشحانية عبر الشاشة المميزة، شاشة قناة الريان، ومخرجنا المبدع دائما أحمد السادة، والطاقم، الطاقم اللي يتابع، يتابع هذه الانطلاقات والإبداع اللي يقدم عبر شاشة قناة الريان في هذه الرياضة العربية الأصيلة. الله، اجتمعت الحيل، اجتمعت الحيل، ولا زالت الأمور في مرحلة الاستعداد يا الوهيبي، مرحلة الاستعداد يا محمد يا بن خالد. الله الله، المركز الأول والثاني والثالث عند الوهيبي، أولا مصيحة، ثانيا لافية، ثالثا الشايبة. بعد ذلك أنتقل لأجد محمد بن خالد العطية يقدم اسم جديد، بيضة عند سالم بن فران، هذه عند سالم بن فران، نعم هذه بيضة، بيضة على المركز الرابع. والله، والمركز الخامس، المركز الخامس مرموقة لهجن الشحانية أيضا مع سلطان الوهيبي، ولكن ولكن الثلاثة، الثلاثة، ثلاثة في واحد، ثلاثة في واحد، المركز الأول والثاني والثالث على المركز الأول والثاني والثالث. من الجانب الآخر مصيحة، مصيحة، مصيحة ولا من المصيحة والافية والشايبة. أهني أولا هجن الشحانية المالكة لهذه الإمبراطورية، المالكة لهذه العمالقة التي تشارك في هذا الشوط. تهانينا لهجن الشحانية وللمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني، المركز الثاني مرموقة، والمركز الثالث المركز الثالث مصيحة، والمركز الرابع مرموقة على المركز الرابع، والمركز الخامس عسيلة. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على هذا الفوز وعلى هذا الناموس في صباح هذا اليوم. إذن هجن الشيحانية تضيف النقطة التاسعة اليوم، أضافت النقطة التاسعة في صباح هذا اليوم. تهانينا والناموس لهجن الشيحانية، وهذا هو سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي اللي قدم الأسماء المميزة اليوم. هذه الشايبة احتلت المركز الأول، 8 دقائق 10 ثواني، 28 جزءا من الثانية، توقيت الشايبة لهجن الشيحانية. المركز الثاني 8 دقائق 10 ثواني، 36 جزءا من الثانية، هذه مصيحة. والمركز الثالث، ثمان دقائق عشر ثواني 48 جزء من الثانية، أيضا وصلت لافية لهجن الشحانية مع المضمر.